بعد تتويج المنتخبية الوطني المحلي لبطولة كأس العرب أثير جدل كبير حول تحطيم المنتخب الجزائري لرقم إيطاليا في عدد المباريات دون هزيمة. كانت سلسلة المنتخب أنذاك 39 مباراة باحتساب مباريات كأس العرب مقابل 37 توقف عندها عدد المنتخب الإيطالي. إدارة غينيس حسمت الأمر وقضت بعدم تحطيم المنتخب الجزائري للرقم القياسي العالمي لأسباب تتعلق بتشكيلة الفريقين. قد يراه البعض إخفاقاً لكنه في الواقع انتصار لم تكتمل أركانه. بين الرقمين 33 و37 توجد أربع مباريات فقط لن تغطي أبداً على سلسلة انتصارات كبيرة وتاريخية. عدد اليوم كان مليئاً بالأرقام لكن الرقم في النهاية يبقى مجرداً أصماً أمام روح الإصرار وقوة العمل.